السلام عليكم. موضوعنا لنهار اليوم سيكون حول الدوري الجزائري رياض محرز. حط اللاعب الدولي رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الرحال بمدينة مراكش المغربية رفقة أسرته لقضاء إجازته. وكشفت صحيفة بين سبور عن غياب محرز رسميا عن معسكر الخضر الذي تنتظره مواجهتان أمام أوغانيا وتنزانيا في الرابع والثامن جوان المقبل. وأقرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بذلك أيضا. بين سبور قالت أن محرز تكلم مع جمال بالماضي هاتفيا وطلب منه الإعفاء من التربص المقبل بحجة أنه مرهق كثيرا، لكن الفاف. وفي بيان لها قالت أن محرز غير مؤهل للعب، وقد تلقت الفاف خطابا من السيتي تؤكد ذلك. الكثيرون سيدافعون عن محرز بحجة الإصابة، لكن نذكر هؤلاء أن رامي بن سبعيني حضر للتربص الماضي رغم أن إدارة ناديه رفضت ذلك، وتبين بعد ذلك أنه مصاب حقا. فالسؤال هنا، لماذا لم يحضر محرز لفحصه في طبيب المنتخب؟ فالتحجج بالإصابة أمر مفضوح، وقد سبق إعفاء محرز عن لقاء غانا من قبل، وما فعله محرز اليوم نفسه ما فعله أندي ديلور سابقا، فكيف نصفح عن لاعب وندين لاعبا ثاني؟